تامر حسني بيمزح مع بنات أحمد زاهر، اتعجب من وصولهم لسن الشباب بسرعة، تغير ملامحهم سيؤثر على استكمال أجزاء عمر وسلمى. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل لقاء تامر حسني ببنات أحمد زاهر. التقى تامر حسني بملاك ليلى أحمد زاهر في حفل زفاف شام الذهبي بنت أصالة، وخلال الحفل قدم تامر عدد من الأغاني المميزة اللي أشعلت حماس الحضور، وفي إحدى الأغاني كان بيقف بجوار ملاك وليلى ومزح معهم وحكى: بناتي في عمر سلمى هنعمل جزء رابع، إزاي أنتوا أكبر مني دلوقتي؟ يا جماعة ولادي والبناتي في عمر وسلمى بصوا أكبر مني ما شاء الله. وحقق هذا المقطع تفاعل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، وتذكر البعض بعض المشاهد من عمرو سلمى، وتغزى الآخرون في أناقة ملاك وليلى بعد وصولهم سن الشباب. موهبة ليلى وملاك أحمد زاهر من اكتشاف تامر حسني، حيث أعجب بخف ظلهم وبرائتهم، فأقنع والدهم بالتعاون معه في بعض أفلامه السينمائية، وبالفعل حققوا شهرة كبيرة بعد ظهورهم معه في كابتن هيما وعمرو سلمى. وخلال مرحلة الطفولة قدموا الكثير من الأفلام المميزة. قرر أحمد زاهر إبعاد بناته لفترة عن الفن والأضواء وطلب منهم التركيز في الدراسة، وبعد غياب سنوات أعاد ياسر جلال تقديم ليلى زاهر للجمهور في مسلسل الفتوة، وكان ظهورها لافت للانتباه بسبب وصولها لعمر الشباب وتغير ملامحها بالإضافة لأدائها الفني المتطور. ملك ظهرت بعد شقيقتها بفترة قصيرة في عدد من الأعمال الفنية، وكان أبرزها اللؤلؤ، وخلال هذا العمل قدمت عدد من المشاهد مع والدها أحمد زاهر، وبعدها شاركت أحمد السقا وأمير كرارة في نسل الأغراب. أحمد زاهر بيضع لنفسه لبناته حدود ما بيتجاوزها في الأعمال الفنية، فممنوع تقديم القبلات والمشاهد الجريئة اللي بتخدش حياء المشاهد. وعند إعلان هذه القرارات واجه انتقادات كبيرة من الفنانة إلهام شاهين، لكن جمهوره والمتابعين احترموا وجهة نظره وخوفوا على بناته وكذلك على المشاهدين. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.